حدا فينا سمر ما بيحب يوصل لهدفه، دائما الهدف هو النجاح. لكتير او منصادف كتير من الاشخاص ناجحين بالحياة، هدول كتير منغار منهم، دائما بنسعى انه نكون مثلهم، هي الغيرة حتكون ايجابية. وعندما نبحث عن نجاح هدول الاشخاص رغم الضغوطات ورغم صعوبات الحياة اللي عم يعيشوها، منشوف انه وراء هالنجاح في قوة جبارة هي عم بتكون حافز لإلهم. ولطالما كانت هذه الكلمة الحافز أكيد وراء تغيير حياة كثير من الأشخاص، فشلوا بحياتهم ولكن طموحهم هو اللي رجع وقفهم من جديد وخلاهم يكفوا وأيضا ينجحوا ويوصلوا لأهدافهم. اليوم رح نحكي عن مفهوم الطموح، وهو الطريق للنجاح يلي بنقدر نستثمر عن طريقه كل مشاريعنا. بنحاول نحمي هذا الطموح رغم السلبيات ومتاعب الحياة اللي نحن عم نعيشها. أكيد كل هالتفاصيل وكل هالأمور حنحكي عنها مع غالية سعيد، اختصاصية نفسية. سعد صباحي غالية. صباح الخير. صباح الأهداف الجميلة والنوايا الحسنة أيضا إن شاء الله يا رب. صباحك غالية. صباح كل الأشياء الحلوة يا رب، وصباح الطموح اللي حكيتي عنه، يعني أنا كتير بحب هذا المصطلح أساسا، يعني عن جد هو ما بعرف شو بدي اقول لك عنه، بس هو شيء كثير سحري، يعني لازم يكون موجود مصطلح بقدر بسيط. كثير شيء حلو، بس انا بدي بلش سؤالي اليوم لك سالي ولك غاليه. تلاقي حالك شخصيه طموحه، وشو قدرتي توصلي لاهداف يعني بالحياه وقدرتي تحققيها كمان غاليه؟ هيك بنبلش السؤال وبعدين بنفوت على حلو كثير الطموح. يعني سمر اكيد ما حدا فينا ما عنده طموح، لولا الطموح نحن ما وصلنا لاي شيء بحياتنا. فشلت كثير ومرق علينا كتير أكيد الفشل، وقعنا كتير، بس كيف بدنا نرجع هيك نقوم؟ رجعنا قمنا أكيد، ولسه بنفشل ولسه بننجح أكيد. هذا أكيد. أو غالية أنت شو كان طموحك وهل قدرتي توصلي له؟ بالنسبة لي أنا ما بعرف، يعني كمنظور شخصي، يعني أنا بالنسبة لي الطموح هو شبه مثل الكلمة السحرية اللي بتكون موجودة بجيبتك الصغيرة اللي ما بتطلعيها إلا وقت بتضطري فعلا لاستخدام هذا الشيء. كل حدا أكيد بده يفسره من منظوره الخاص، أنا بعتبره أنه هذا المارد الصغير اللي بيطلع لي من المصباح السحري، الساحرة اللذيذة اللي بتطلع بأحلامنا تبع تمني ثلاث أمنيات. دائما بحاول أربط هذا الشيء، برجع بقول كمفهوم شخصي، بحاول أربط هذا الشيء بأشياء اللي فيها خيال، اللي فيها سحر، اللي فيها الأشياء هيك اللي فيها متعة، اللي فيها روعة. لأن الطموح يا صديقتي إذا ما كنتي رابطتي بالخيال وما ربطتي بالأشياء السعيدة والممتعة، فهو مستحيل يعطيكي هذا الإحساس الحلو اللي أنت أساسا عم بتدوري عليه. فهو كلمة يعني حروفها كتير بسيطة، تجميعها كتير سهل، بس معانيها كتير عميقة، كتير ممتلئة، كتير بدها عن جد تعب. وأنا بقول لك تماما هو الطموح مثله مثل السعادة، يعني ما بيفرق عن بعض إلا بالمصطلح يمكن. كل ما كنت حدا أنت يعني عم يحاول يستدعيه بطريقة أسرع، عم يحاول كل الطرق كل السبل كل الأشخاص اللي ممكن تخدم هذا المصطلح بتجيبيه أكثر، تحاولي تتقربي منها أكثر، فثق تماما أنه هذا المصطلح هو اللي حيقرب لعندك مثل السعادة. رح أقول هذا منظور شخصي، بس عن تجربة مثل ما قالت سالي وتفضلت، بعد الحياة بتحسي أنه كل ما وقعنا كل ما دقينا شوي كل ما كانت التجربة غير ناجحة، بصير الطموح أكبر وبدك تحققي هدفك بشكل أكثر. خلينا نحكي لك عن غالي عن مفهوم الطموح بشكل عام، وخلينا نحكي كمان كيف الإنسان مثلا بهالوقت وبهالظروف الصعبة اللي عم نقضيها ومنعيشها، كيف ممكن يخلص حاله من حالة الأحباط ويقيم التأثيرات السلبية على حياته بشكل عام ويصير شخص طموح؟ هلا بالمجمل برجع لك يا صديقتي، موضوع الطموح هو بده يخلق انه اول شيء نسال حالنا هذا السؤال السحري، هل انا مؤمن بهذا الفكره؟ هل هذا المصطلح هو وارد عندي ولا هو مجرد مصطلحات او كلمات انا عم بتحدث فيها؟ لازم تقولي انا مؤمنه فعلا. يعني مثلا حارجع كمان على كلمه كثير الاشخاص هلا او بالمجمل الغالبيه العظمى ما عم تستعملها، كلمه السعاده. يمكن هلا في ناس بتضحك لما تسمع انه لسه في سعاده، طبعا اكيد موجوده، مثل الطموح، مثل الاحلام، مثل الافكار الايجابيه، هالاشياء بعدها كلياتها موجوده. فاول سؤال حتى تعرفي هذا الطموح، لانه هو صراحه ما له تعريف اكاديمي، هذا بيختلف بيتراوح بين طريقه تفكيرك، بين طريقه تفكيره، بين معطياتك، بين نظرتك للحياه. صحيح. يعني بالمجمل انت اللي بتحطي المصطلح، انت اللي بتحطي الافكار، انت اللي بتاسسي لشيء طريقك غير طريقي وافكارك غير افكاري. ما فيني اعرف لك اياه بطريقه اكاديميه لاني بكون عم بظلم هذا المصطلح. صحيح.
فأنا بدي أسألك أنتي السؤال هلا بيوجهلك، أنتي بتآمني بهاي الكلمة؟ قد ايه مدى مصداقيتها بحياتك؟ قد ايش ممكن انت تقولي انه هذا الشعار انا ممكن امشي فيه بحياتي؟ قد ايه ممكن كافح كرمال هاي الكلمه؟ في اشخاص كثير بتقولك انا طموحه، ولكن بعد اول مثلا عائقين بوقفوا بحياتها، اول صدمتين بتقولك انا خلص ما بقى فيني كمل، تعبت خلص وصارت صعبه، وبلش بقى منقول لانه كذا ولانه كذا ولانه كذا و و و يعني منستجر للاسف الاشياء البشعه من برا. فهو بالمجمل يعني تعريفك انت انه ما له تعريف اكاديمي بيرجع لك. نعم يعني غاليه، من خلال حديثك عن هيدا التفاصيل فينا نقول انه في عدو للطموح هو الاستسلام. أكيد. دائما بس يستسلم الانسان فهو بيوقع بهيدا خلينا نقول الفشل، ما بدنا اياها ابدا تكون بحياتنا. دائما بس يكون بس هيك يكبر الطفل ويفوت على المدرسه، اول سؤال بيسالوه شو طموحك بالحياه. هلا هو الطفل ما حيفهم شو يعني طموح، ولكن هو لحاله مثل ما قلتي هي ما لها تعريف اكاديمي، لحاله بيقول انا حابب صير هيك، وهون ببلش طريق الطموح. ودائما طموحاتنا بتختلف حسب العمر وحسب مراحل الحياه. أكيد. اللي نحن مرينا فيها، قديش لازم يكون في ثبات بالشخصيه لنقدر نحن نمشي بهذا الطريق، لأنه إذا كان في اهتزاز بالشخصية هلكتني ما رح نقدر نكفي. أكيد. هلأ كلياتنا مثل ما تفضلتي قلتي لما بنكون أطفال كلياتنا بنسأل هذا السؤال، شو حابب تصير بس تكبر؟ طب بتبلش السرد بالروايات والقصص، أنا بدي كذا وبدي كذا. ننتقل لمرحلة تانية كمان بيتغير مصطلحنا وبتتغير فكرة الطموح وبتتغير أفكارك وبتتغير معتقداتك. هلأ نفسيا لازم يفترض أنه نحن بيقولوا بعلم النفس بعد 21 سنة الإنسان يصبح ناضجا فكريا ونفسيا، خلينا نقول على حسب اختصاصي، فنفسيا نحن ممكن نصير ناضجين انفعاليا وعاطفيا ومشاعريا. وقتها ممكن أنا حدد أنه على الأقل الخطوط العريضة اللي ممكن أحكي فيها أنا بباب الطموح. بس قلك انه الطموح بيوقف بمكان محدد، اكيد بكون عم بظلم هذا المصطلح. قلك انه بيوقف عند شخص او عند تجربه او عند فكره او عند عمل، اكيد لا، لانه الطموح لحقلك برجع لك انا كثير بحب هذا المصطلح، هو العصا السحريه الساحره اللذيذه اللي بتطلع لنا باحلامنا اللي كلياتنا بنتمناها. كل ما جدتي اكثر فهو جايد ليعطيكي اكثر، كل ما قدمتي اكثر فهو يعني بالعامي هو السهل الممتنع، عطي بيعطيكي، ادمي له بيقدمي لك اكثر، عطي واحد بتاخذي واحد، عطي عشرة بتاخذي عشرة، وهكذا تواليد. فالموضوع ما بيتوقف لا عند كلمه ولا عند شيء. فيكي بكل بساطه لو انت قاعده بمكانك تقولي انا بطمح كون بمكان كذا، حاطه ببالي صوره لمكان كذا. لكي ممكن انا وهي ما نكون كثير مقدرين هذا طموح، يمكن عذرا على العامية التريا، او نقول لك عن جد من كل عقلك انه عم تحكي هيك انه ان شاء الله تقدر تكملي معنا لاخر النهار، بس انا ما عندي صلاحيه انه انا احدد لك طموحك، ولا عندي صلاحيه انه انا حوا حتى اسخف لك من طموحك، لانه هذا الشيء راجع لي. ويمكن يوما من الايام كون انا وياكي نشوف سالي بمكان هي اكثر ما كانت تتوقع، واقول لك تتذكري لما قالت شو بدها تعمل، شوفي كيف وصلت ان شاء الله. اكيد. يعني بالمجمل خليني اسكر هاي الفقره واقول لك انه طموحك قد ايه انت بتتعبي عليه، قد ايه عن جد بتقدمي له، قد ايه بتحبيه، وكلمه الحب انا بقصدها صحيحه، قد ايه بتحبيه، ثقي تماما انه يوم من الايام لو ما هلا مشي معك مثل ما بدك، بس بمرحله رح تلاقيه عن جد هذا الشيء القوي اللي فجاه طلع لك وقلتي انه هذا اللي انا كنت بحلم فيه. اكيد كل واحد بطموحه بارادته وبتصميمه ممكن يحصل على الهدف اللي حاطته براسه. بدي اقول لك انا بس بالنهايه الاشخاص السلبيين او الاشخاص اللي هلا محبطين ويائسين ومكتئبين كيف ممكن يتحولوا لاشخاص طموحين بالحياه او متفائلين؟ انت برايك ككلمه اخيره منك غاليه، اول شيء لازم عن جد اذا بدك تكون حدا كثير سلبي وحابب انك تاخذ هذا النمط، اول شيء برجع لك عرف الكلمه انت بمصطلحك، يعني عد بينك وبين ذاتك وشو يعني طموح، انا شو بتمنى، شو بحب. حدا بقول لك انا ما بتمنى شيء، ما بحب شيء، معناتها انا بخليني اسحب منك صفه الانسانيه، انت مالك تتمتع بالانسانيه. عرفها انت بمصطلحك، انا شو بدي، شو بحب، شو بتمنى، لوين رايح، شو في بعد هلا وبعد 5 سنين وبعد 100 سنه، يمكن ما تعيش لبعد 100 سنه بس على الاقل يكون في عندك اهداف تروح تارك اثرك على الاقل.
فأول شيء عرف الكلمة أنت بمصطلحك، بعدين لا تبلشوا بأفكار وأهداف كتير كبيرة، لأنه ممكن تصير فيها إخفاقات، وهي الإخفاقات بتخليك تنزل على الأرض وتخليك عن جد تقول بلا طموح بلا هالأشياء اللي عم تبيعونا إياها أنا ما عاد بدي شيء. بلشوا بشغلات بسيطة، يعني طموح مثلا أنك تنزل وزنك كيلو، خلي يكون عندك طموح أنك مثلا تقرأ كتاب، خلي يعني أشياء قادرة للتحقيق بسيطة وسهلة وما أنا صعبة بهالأشياء، ممكن بس تحققيها وتوصلي للشيء اللي أنت بدك إياه شوي شوي بيعلى، شوي شوي بتآمني بحالك أكثر. فالموضوع ما أنه هو إنه والله أنا اليوم قررت كون طموحة بكرة رح فيق لاقي طموحي، أكيد لا، بده تعب كتير، بده شغلات كتير حلوة. ورح أقول لك كمان للأشخاص اللي كتير طموحين، أنا بترجاكم ما تحكوا طموحاتكم قدام كل الناس، لأنه الأحلام تسرق ببساطة، والحسد نومه خفيف، ودائما السعادة بتكون يعني إنه بتكون غيورة على صاحبها. فأنت إذا عندك طموح كتير حلو ما تحدسي فيه الآخرين، عندك أحلام كتير لذيذة ما تحكيها قدام حدا إذا مانك متأكدة إنه أنا حدا حأدعمك، خبيها لإلك إلى أن تطلع على أرض الواقع، وخليني واقف مذهولة من الإنجازات اللي بتعمليها، وعن جد قول كيف وصلتي. فعن جد ديروا بالكم على طموحكم، ديروا بالكم على أحلامكم، ما تحكوها قدام الناس، ودائما برجع بقولكم السعادة بتغار والحسد نومه كتير خفيف، بأي لحظة ممكن يضايقكم. صحيح غالية، مثل ما ذكرت يمكن بطول الحديث عن هذا الموضوع، ويمكن احنا عم نعيش هلأ بفترة صعبة شوي لكل الناس، لازم دائما يكون عنا هذا المارد الصغير أو المفتاح السحري يكون موجود بحياتنا، لنقدر نتابع حياتنا بسعادة داخلية رغم يعني كل شيء عم يحيط فينا. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا لليوم، ان شاء الله بنكون هيك بمواضيع تانية ايضا هادفه وايضا بتهم الجميع وبتخليهم او بتعطي دافع لنوصل للي بدنا اياه هو النجاح. شكرا ان شاء الله يا رب يسعد اوقاتكم، ان شاء الله يا رب السعاده بتكل القلوب الكل. بنتشكرك، بنتشكر طاقتك الايجابيه، وان شاء الله بتوصلي لحد ما انت بتحلمي انت وسالي وكل حدا عم يتابعنا. شكرا لك.